الأهلي أمس أعلن تعاقده مع موسيماني المدرب الجنوب أفريقي، كان في الأهلي المصري الآن انتقل أو يدرب في الأهلي السعودي، ومعنا شخص مختص في الجانب المصري الكابتن عادل عبد الرحمن، والجانب السعودي لأنه درب في الدولتين. عادل ومختص في الجانب الأهلي المصري ويعرف المدرب زين. عادل، نقاش بيني وبينك في التليفون اليوم على موسيماني، تقولي له نقاط قوة وله نقاط قوة وله مشاكل، تقدر تفصلها لنا؟ يعني خلينا نبدأ. أي مدرب بيبقى عنده صفاته وسماته الجيدة والغير جيدة، الكمال لله وحده، ولكن في صفات ممكن تبقى في مدرب تنجحه في دوري، وفي صفات ممكن تنجحه في دوري آخر غير الدوري اللي هو متواجد فيه. موسيماني باختصار بيعرف يلعب المباريات الواحدة، أو يقدر يلعب المباريات بتاعت بطولات مجمعة، بطولات بسيطة يعني فيهم 4 5 ماتشات. لكن لما يجي يلعب على دوري افتكر ان هو قليل فيها شويه، بدليل انه خسر الدوري المصري مع الاهلي، ودي ما بتحصلش، ما حصلتش في التاريخ الا مرتين قبل كده، ان هو يخسر مرتين، يخسر 2 بطولة دوري مدرب واحد، اول مره تحصل، لكن حصلت بس باتنين مدربين مختلفين. طيب كابتن 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 عادل، انت تكلمت عن انجازات موسيماني، تقول الرجل لم يحقق بطولات الدوري، هو محقق 5 بطولات دوري في جنوب افريقيا. اوكي، مع سان داونز، سان داونز غير يعني الرجل يعني لا تقيس فشله مع الاهلي اللي لم يحقق، مع انه محقق مع الاهلي 2 دوري ابطال افريقيا، 3 2 واحد مع سان داونز، 2 2 وسان داونز واحد، يعني 5 بطولات دوري اليس الدليل ان الرجل متمرس في الدوري؟ لا، انا بقول ان هو مش متمرس في الدوري. اقول لك يمكن يتمرس في الدوري جنوب افريقي، لكن مع اختلاف اللغة ومع اختلاف الطباع والشخصيات ما بين لاعيبة جنوب أفريقيا واللاعب العربي، في اختلاف كبير قوي. ممكن يكون هو ناجح مع اللاعب الجنوب أفريقي لكن مش كابتن ناجح عادل مع اللاعب العربي. كابتن عادل، أنا ما أشوف في فكرة أن المدرب هذا مدرب كاس، مدرب بطولات مجمعة، مدرب دوري. لا، أنا أعتقد المدرب هو مدرب واحد، مدرب مجموعة كاملة، يعرف سياسته وشه. إذا بيدخل دوري بيكون يعرف وش قاعد يسوي في الدوري. ممكن تتغير منهجيته من مباريات كاس لمباريات دوري، أوكي، لكن إنه ما ينفع إلا مباريات كاس. يعني أنا بتعاقد مع مدربين بس يجيب لي كاس والباقي الدوري عادي، فزنا تعادلنا، أي نتائج؟ أنا ما أعتقد هذه الفكرة موجودة. نتائج دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال إفريقيا أنت لما يتحققها 3 ومرتين مع ناديين مختلفة، يعني معناته ودوري، مع المسمى دوري، انك تلعب مجموعات، تلعب دوري 8، تلعب دوري 4، معناته عند النفس الطويل، عند طيب قراءه جيده. عادل، بس عادل، هو استقال ام اقيل في مع الاهلي؟ هو اختلفوا، استقال ام اقيل، هما الاثنين ولا اخذوا القرار الا لما موسيماني كان عايز بقى تاني سنة، لما لقى ان الدوري هيروح منه حب ينط من المركب. طيب لحظة، مرة ثانية، هو استقال ولم يقال؟ اختلفوا الاثنين. النادي الاهلي ما بيحبش مدرب، خلي بالك من النقطة دي يا كابتن خالد، ان هو مش عاوز يقعد. هو قال اني عندي مشاكل في البطولة، في بطولة الدوري، عندي مشاكل لان اللعيبة اجهدت، ولان السنة اللي قبليها برضو نفس اللي حدث مع موسيماني حدث في الموسم اللي بعده، ففضلوا الاثنين ان هم يبعدوا، بدليل ان ولا واحد خد شرط جزائي بالتراضي. طالما بالتراضي يبقى ولا استقال ولا اقيل، فهي كانت بالتراضي. بس انا عايز ارد على احمد عطيف في نقطه بسيطه قالها يا احمد. يا احمد، في مدرب منتخب ومدرب نادي. المدرب المنتخب اللي بيلعب الكاسات يا احمد، اللي بيلعب المباريات الواحده، واللي بيلعب بطوله كاس وبطوله دوري، لانه بيبقى بيكاتشين بس. لكن انا بكلمك على مدرب الانديه، مدرب الانديه لازم يكون نفسي اكتر من انه كمان تدريب، لان انا بقابلك كل يوم في النادي، انا بعمل استراتيجيه شهر، انا بلعب بطريقه اللعب بتاعت اللعيبه بتاعتي، قماشه اللعيبه بتاعتي، بلعب بطريقتي. انا ممكن مدرب بحب العب 3-5-2 مثلا، ولكن فرقتي ما فيهاش ليبرو كويس، هلعب 4-4-2، لكن في المنتخب هلعب 3-5-2، او في المباراة الواحدة ممكن ألعب بيها بطريقة واحدة. لكن موسيماني
من وجهة نظري لازم يبقى معاه مدرب سعودي يعرف شخصيات اللعيبة، لأنه ممكن يبقى عنده مشكلة كبيرة، ومشكلة كبيرة جدا في حتة التواصل ما بينه وما بين اللاعبين على مدار الموسم. صحيح. أحيانا اللعيبة بتنفر منه يعني. لا الموجود موجود أكيد في مدرب سعودي معاه، والمدرب بالنسبة لي اللي شاهدته الأهلي المصري كان مرعب في صراحة في دوري أبطال أفريقيا، في كأس العالم للأندية كان أداء جيد يعني. ما الدوري ليش ما أقول الزمالك كان أفضل من الأهلي في الفترة هذه؟ إيش المانع يعني؟ ليش ما تتنازل كأهلاوي وتقول الزمالك أفضل مننا في السنتين اللي فاتوا؟ فيها مشكلة؟ لا في أكثر من مباراة. ليش ما أقول الزمالك أفضل من الأهلي الآن؟ ترى مش عيب لما أقول الزمالك أفضل من الأهلي في السنتين اللي فاتوا. طب بص يا كابتن خالد اقول لك كمان على بطوله افريقيا. البطوله افريقيا الاولانيه اللي خدها موسيماني مع النادي الاهلي. أيوة. واخد البطوله قبل النهائي من فايلر، وفايلر عامل كام فرقه جباره، كان عامل فرقه كويسه. لعب قبل النهائي مباراه واحده التكمله، ولعب النهائي مباراه مع الزمالك، ويمكن كسبنا في اخر خمس دقائق. دي اول بطوله. ثاني بطوله انت بتتكلم على الاهلي المصري. الاهلي المصري في البطوله الثانيه انت عارف ان بطوله افريقيا ما كانتش جيده. احنا لعبنا كاف تشيف في نهايه بطوله الكاس. مباريات كاس العالم للانديه بقول لك، انا قلت لك في بدايه كلامي ان موسيماني بيقدر يلعب المباراه الواحده او المباراتين او الثلاثه، لكن على مدار الوقت في الدوري بيبقى عنده مشكله. طيب. وبدليل انه مشاكله مع النادي الاهلي في اخر سنتين في الدوري، وهتشوف الايام اللي جايه. ولكن طيب. انا اتمنى للاهلي السعودي التوفيق. ينجح طبعاً ينجح 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 مع الاهلي السعودي. انا لو بعد عن حته اللعب ب 12 لاعب بس او 13 لعيب، ده رقم واحد. وحته النفسيه بتاعه اللعيب، لازم يعرف عادات وسمات وصفات اللاعب السعودي، وده لحاجه مهمه يعني.